الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على النبي سيدنا محمد وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين على حق القرآن سيدنا عشر من كلماته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم أخانا سيدنا محمد رحمة واسعة وأكرم نزله واجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخونا العزيز سيدي محمد قد نزل بحرة الله سبحانه وجل وعلا، صلى الله عز وجل كريم نزله. اللهم ربي ثبت عند المسألة منطقه يا رب العالمين. اللهم ربي ثبت عند المسألة منطقه يا رب العالمين. اللهم ربنا يا حبيبنا يا الله ثبت عند المسألة منطقه يا الله. اللهم إن القلب ليحزن وإن العين تدمع وإنا على فراق يا سيدي يحمل من حزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحباب الكرام، بمثل هذا فليعمل العاملون، بمثل هذا اليوم، بمثل هذه الساعة فليعمل العاملون. أخونا سيدي محمد اليهودي الحامل كتاب الله المبتلى في الله، قبل الله ما قدم حياة حافلة كلها بالابتلاءات، ابتلي بما تعلمون من السجن وابتلي بالمرض، تقبل الله ذلك كله في ميزان حسناته. وهو اليوم يموت عزيزا شامخا رحمة الله عليه، لا نزكي على الله أحدا، نرى فيه ما أنزل الله سبحانه وجل وعلا في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. هذا الحبيب سيدي محمد رحمة الله عليه رأينا فيه رأي العين هذه الآية، وما بدلوا تبديلا. كل ما مر به من ابتلاء ظل صامدا ثابتا تثبيت الله عز وجل على هذا الطريق، وهذا هو المبتغى لكل مؤمن أيها الأحباب في هذه الأرض. ها هي الأرض قد طويت، وها هو الزمن قد طوي، وها هي الدنيا قد ولت وراءه، وها هو اليوم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينزله منزل الشهداء. فيا أحباب يا كرام، نعتبر بهذا المشهد المهيب، بهذا المؤمن العزيز الذي أعطى ولم يدخر شيئا في كتاب الله في سبيل الله تبارك وتعالى، أعطى كل ما يملك وثبته الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل حسن العزاء لأهله جميعا، أخ ديالو الحبيب والإخوان ديالو جميعا والأحباب والأهل ديالو الشريفة والأولادات الشرفاء الأحباب الأعزاء. نسأل الله عز وجل أن يحسن عزاءهم، نسأل الله عز وجل أن يبيط على القلوب بالأمن والإيمان أو السلامة والإسلام. نسأل الله عز وجل أن يخلف أخانا خيرا فيما خلف في أهله وفي ذريته وفي أحبابه وفي دعوته. أحبابنا الكرام، كما قلت هذه الموعظة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة للعبرة البليغة من هذه الدنيا ومما تحمل ومما ينبغي أن يتعظ منه المؤمن أيها الكرام. الدنيا فانية وهي إلى زوال، ونحن أحبابنا الكرام أصلنا في الأصل، أصلنا منزلنا هو ما كان فيه سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام حبيب الكرام خلقه الله عز وجل في الجنة، فصار ما صار وأنزل الله عز وجل من الجنة عليه الصلاة والسلام، فنحن أبناؤه نستأنف المسير إلى الأصل الأصيل، المصدر المنبع الذي هي جنة المأوى عند رب العالمين. فهذا هو الأصل، أن يسلك الإنسان أيها الأحباب هذا الطريق السليم الصحيح القويم إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتبر مما حوله ويعتبر من عطاء المجاهدين. هذا نموذج أيها الكرام في العطاء وفي الجهاد وفي الدعوة وفي الثبات. سيدي محمد رحمة الله عليه ورفاقه حفظهم الله جميعا أراد من أراد أن يلوي ذراع الدعوة بحبسه،
فثبت إخوانهم من أهل الدعوة من أهل إشراف على الدعوة وأعطوهم البرهان الأعظم في هذا الثبات، وكانوا عربون هذا الثبات، وكانوا المتكأ العزيز العظيم الذي أعطى لهذه الدعوة عزها وشموخها وثباتها، وأنها لم تتراجع أمام ظلم وأمام حيف وأمام من أراد ما أراد من دعوة أن تنبطح بين يدي فساد أو استبدال. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم من يفتخر بهم أيها الأحباب، هؤلاء هم من يبغي أن يكونوا عبرة لنا ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. فالعبرة باختصار أن موسى على ما مات عليه هذا الرجل رحمة الله عليه مخبلا غير مدبر وثابتا ومحبا، ماذا يطمح المؤمن أيها الكرام من هذه الحياة؟ أن يعيش مع مؤمنين يحبونه ويحبونه ويقدرونه ويقدر دعوة الله ويعطي دعوة الله ويعطي الصفاء من قلبه لله وللمؤمنين المؤمنين ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويموت على هذا راضيا مرضيا، هو راض عن أحبابه وعن محبيه وهم راضون عنه جميعا. هذا هو المبتغى أيها الكرام، هذا هو أمل كل مسلم كل مؤمن أن يموت الميت إن شاء الله السعيد بإذن الله تبارك وتعالى المبارك بإذن الله تبارك وتعالى عند جنات الله سبحانه جل وعلا. أذكر نفسي وأحبابي في الأخير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت. هو الموت أيها الكرام سماها الله مصيبة الموت، هي مصيبة للأهل وللأحباب وللمحبين وللدعوة في فقد رجل من هؤلاء، لكن الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسانا وواسى الأمة ورجالها ونساءها واساها بهذا الحديث أن جعل الموت تحفة المؤمن. معنى التحفة يعني الجائزة العظيمة التي ينتظرها المؤمن بينها وبينه الموت، تحفة المؤمن الموت. هذه التحفة أنسأل الله عز وجل أن يكرم بها أخانا بكرمه الوافي عز وجل، وأسأل الله عز وجل له الثبات وأن يخلفه خيرا في الأبناء البرر الله يحفظهم إن شاء الله، والإخوان دياله والحباب والعائلة جميعا الله يصبرهم، اللهم ربط على قلوبهم بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام. تقبل الله منكم جميعا أيها الأحباب، نحن شفعاء بإذن الله عز وجل لهذا المؤمن بإذن الله تبارك أن يرفع الله مقامه في أعلى عليين مع النبيين وصديقنا والشهداء والصالحين. اللهم انزل منزل الشهداء، اللهم اكرم نزله، اللهم اغفر ذنبه، اللهم لا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم اخلفه خيرا في نفسه في أهله وفي ذريته وفي أحبابه وفي أصهاره وفي إخوانه وفي محبيه وفي دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربي رحمتك الواسعة لكل أموات هذه المقبرة يا رب العالمين، اللهم ارحم رحمة واسعة يا رب العالمين، اللهم اجعل الرحمات في هذه اللحظات كل لحظات يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبهم جميعا يا رب العالمين، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.